أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثاني من حصة مع الحدث لنهار اليوم. وفي الجزء الثاني نتوقف عند زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون إلى ولاية وهران وأهم المحطات التي توقف عليها، ونقف عن أهم تصريحاته. إذا أبدأ بالأستاذ بالعزوق. إذا نقف عند تصريحات الوزير، قال أن أول سيارة من نوع فيات مصنعة بالجزائر ستدخل السوق الجزائرية شهر ديسمبر المقبل. هل سيكون موعد انفراج سوق السيارات خاصة لراغبين في اقتناء هذه العلامة والمصنعة بالجزائر؟ خبر جد مفرح، خبر سعيد، يعني نفتخر به، يفتخر به كل الجزائريين، لكن لا يجب ان يعني نمد وعود من الجزائريين ما نقدروش نوفي بها. يعني لما نقول هل يكون الانفراج، لن يكون الانفراج هكا ما بين عشرين وضحى، الانفراج سيكون عبر شهور طويله، لانه انت لما السوق هذا يكون مغلق لمده سنوات ولاسباب موضوعيه لضيق الوقت لا يمكننا نتطرق اليها، لكن كانت الكثير من اللوبيات هي تستحوذ على هذه الرخص الاستيراد، على العقود مع العلامات الكبرى، حتى هما اللي كان عندهم الاكسكلوزيفيتي يعني الحصريه في التمثيل في الجزائر. كان يجب نعاودوا دفتر الشروط، عاودناه كم مره، كان يجب نديروا تحقيقات امنيه حتى نحي الناس مورطه في قضايا فساد كانت هي عندها التمثيل تاع علامات كبرى. يعني الامر معقد جدا. لما انت منذ اربع سنوات او خمس سنوات السوق كان مغلق، من بعد انت لا يمكن ما بين 20 وضحاها تلبي كل طلبات الان طلبات تاع فيات راهي سنه. يعني لو تروح الان تعمل ان كوموند الطلبية على سيارة فيات تقريبا لازم تستنى سنة باش تدي السيارة تاعك، لأنه الطلب كبير. سيارة فيات سيارة محبوبة، لو رابور كاليتي بري تاعهم أيضا ربما أحسن رابور كاليتي بري حاليا في السوق الجزائري. لما تشوف ما بين الفرق ما بين النوعية والسعر اكتويلمون لو رابور كاليتي بري هو فيها. يعني لو نشوفوا منذ قبل ما يدخل فيات، قبل مارس، هذا ماشي مارس نتاع مارس الفارط، قبل شهر مارس السياره فيات، نفس السياره اللي تتباع الان 300 مليون كانت تتباع 450 مليون، اللي راهي تتباع 260 مليون كانت تتباع 380 400 مليون. يعني لما دخل فيات السيارات هبطوا تقريبا ب 30%، الاسعار تاعها هبطت ب 30% 35%. الان يعني القاعده واضحه، يجب اغراق السوق وتكون منافسه باش الاسعار تزيد تنخفض اكثر. قلنا الخبر مفرح، خبر سعيد لكل جزائري، خبر نفتخر به، لكن ما نسناوش انه لانه هذا الرقم اللي تكلم عليه السيد وزير الصناعه تاع 90 الف سياره في السنه، هذا الرقم لا يمكن ان نصله في الشهر الاول، يعني في شهر ديسمبر 2023. هذا ربما بعد سنه، انا رايي اعتقادي بعد سنه ليلحقوا لا فيتاس دو كروازيير، ربما سنتين باش يلحق ينتج 90 الف، لانه لما تقول 90 الف سياره راه وليك رقم كبير. وزيد من الاول ما تقدرش تبدا بالانتاج، لانه لازم الانتاج كما بالمفهوم تاع التصنيع، لانه كاين انتاج وانتاج. يعني لما تقول انتاج تركيب، نعم السيارات ستركب، لكن باش تلحق انت للتصنيع، واش هو التصنيع؟ التصنيع سي لومبوتيساج سودور بانتور، لا ديفينيسيون، تعريف التصنيع في السيارات يعني هو واضح، اومبوتيساج سودور بانتور، يعني اومبوتيساج سودور بانتور واش معناها؟ معناتها انت تجيب لاطول، تجيب لاطول وتجيب مول وتضرب هذيك لاطول في لو مول وتخرج السياره هذه. هذه تحتاج الى خبره، تحتاج الى وقت، وتحتاج الى انت تحتاج الى مراحل. ما تقدرش انت جامي خدمت سياره ما بين كيما درنا الاخطاء اللي درناها في 2014 و2015 و2016 و17 وهذوك الاخطاء الفادحه اللي درناها لكي لا تتكرر. اذا حتى نكونوا صرحاء مع اخواننا المشاهدين ونزهاء معهم، ستكون ربما جزء من السيارات راح يبدا في ديسمبر 2023 وجونفي 2024، لكن باش نحقوا لهذيك 90,000 سياره يفوا اتوندر سنه فوار سنتين، والتصنيع الحقيقي سيكون على مراحل وسيكون عبر سنوات. يعني اول سياره ستركب في الجزائر، وهذا ايضا مكسب، حتى لا نقلل من هذا المكسب. نعم، نبقى دائما في هذا الشق. استاذ كيساسي، تطرق علي عون الى نسبه
إنجاز هذا المصنع، مصنع وهران الذي وصلت إلى 75%، وأضاف أن نسبة 100% سنصل إليها مع نهاية السنة. يعني فيما تكمن أهمية هذا المصنع في عملية إشباع سوق السيارات في الجزائر وكذا الإنتاج والتصنيع المحلي؟ شوف، أهمية هذا المصنع ليست في أنه يستطيع أن يشبع الحاجيات الوطنية. الأهمية الأساسية لهذا المصنع شيئين اثنين. الأولى أنه من ميلاد علاقة جيدة تاريخية واستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا مهمة جدا. الثانية أنه كسر الجليد والهاجس الذي نعاني فيه في الواقع وحتى ذهنيا فيما يخص علاقة الجزائر حكومة وشعبا مع السيارة، لأن العلاقة بين الإنسان عادة مع السيارة هي علاقة عاجلة كوسيلة نقل، ما فيش زيادة. احنا بالنظر إلى تجارب سلبية سابقة، هذا خدع، هذا سرق، هذا ادى، هذا صار لنا هاجس مع السيارة. إذن الهاجس هذا بدأ يتكسر. ملاحظة الثالثة هي أننا يجب أن ندقق ولا نغلط أنفسنا والجزائريين في المصطلحات. نحن سنقوم بعملية تركيب وليس تصنيع. عملية تصنيع تسحق قاعدة صناعية كبيرة، تسحق إمكانيات، تسحق سافوار فير، تسحق بولونات صغار، بولونات كبار، تسحق طول، تسحق هذا الشيء مازال ما عندناش. وهذا الشيء يفسر أساسا الرغبة على رئيس الجمهورية في التنوع، سواء في زيارته لإيطاليا وحتى زيارته للمصانع بحد ذات في الصين. يعني ديما نقولها ونعاودها بوليتيك مور، انا في طريق صحيحه بصح مو موندوني دون ليكزيكيسيون دو لا شوز سا نو بوز ان سيريو بروبليم. ثالثا التجربه جيده مليحه لكن يجب ان تكون مغاير عما سبق. رابعا لا يجب ان ندخل في اشكاليه الحصريه ليكسكلوزيفيتي، ماشي معناتها عندي علاقه مليحه مع ايطاليا بالضروره يكون الحصريه للمصنع الايطالي. المصنع الصيني حتى في لي غران زيفينمون الانترناسيونال فوار دو فواتور 41% من العارضين صينيين. السياره الصينيه احسن تكنولوجيا الان من السياره الاوروبيه والامريكيه. جو سي سكو جو دي احسن تكنولوجيا، يعني حتى الامريكان والاوروبيين يروحوا يسينيو دي كونترا افيك لي شينوا بور لا تكنولوجي، لاننا موالفين نحتقروا الصناعه الصينيه اون تيرم دو كو 20-30% موان شير كو لا فواتور اوروبيان. راهي بدات مؤسسة جيلي اللي شرات فولفو كي كانت مفلسة رجعتها بلي نورم سكوندناف سويدواز، يعني ما كاش إشكال. إذن ضرورة التنويع والذهاب إلى الصين في التكنولوجيا في لي باتري، ونونا ديجا ديسكوتي حكينا شحال نخطر مع سي بالعزوق على ضرورة البطارية تنسيد سويد خاصة مع الإمكانيات الطبيعية اللي عندها الجزائر. ما لازمش يكون عندنا هاجس السيارات في الجزائر، نطلقوا بالعقل، نروحوا بشويه، نصبروا كمواطنين. معليش نصبروا، جو بريفير ان يقولوا لي الناس ونصبر، ما نعيش في الوهم، والوهم يولي وهم اكبر كي نشوفوا في لو تيران. نصبروا، نروحوا بالعقل، نديروا لا بيبينيغ المشتله تاعنا باش نصنعوا البولونات صغار، المؤسسات الصغيره والمتوسطه. عندما نبدا بالبدايه الصحيحه حتما سنصل. اكيد، نعم، يعني نكتفي بهذا القدر فيما يخص هذا الموضوع لننتقل الى ثالث موضوع وهو موضوع في دقيقه فقط. تكلم ايضا وزير صناعه على علامتي جاك واوبل. اوبل تنتمي الى نفس المجمع تاع فيات اللي هو مجمع ستيلونتيس اللي هو فيه بيجو، فيه سيتروان، فيه علامات اخرى. ربما في انا اعتقادي انه في 2024 ان شاء الله ستكون علامات اخرى، من بينها بيجو ومن بينها العلامه الاخرى للمجمع ستيلونتيس، لانه الجزائري موالف بكري بيجو فيرنو فولكسفاغن، يعني علامات متعودين عليها. اوبل ستكون، لماذا الناس تحاول تعرف يقول لك لما في بالهم افتح برك؟ ما نقدروش احنا نفتحوا برك، لانه وزير الصناعه كان دقيق، قال لك وكان صريح، قال لك اللي ما راحش يدير مصنع في الجزائر ما نعطولوش، يعني اللي عنده الرغبه حقيقه يدير مصنع ويدير مصنع حقيقي كما قال مصطفى كساسي نصبروا عليه، الا لازم له 5 سنين باش يصنع لنا معليش، بصح 5 سنين يبدا مراحل، مع الاول يخدم لنا لي بلاكات دو فرا، ومن بعد لي كوروا، ومن بعد يخدم لنا العجلات، ومن بعد يخدم لنا ويخدم لنا
لانه باش تلحق انت لا طو دانتيغراسيون 40% لازم تروح تدريجيا، ولكن يفكري ان ريزو دو سوتريتونس تاع المناوله، نسيج تاع المناوله، نخدموا لا بيس ديتاشي ونروحوا تدريجيا. ولي كاي دي شارج الي طري كلير دفتر الشروط، دفتر الشروط يقول لك، لانه حنا نطبقوا القانون، العلامه اللي ما تكونش الممثل اللي ما يجيبش العلامه الرئيسيه تكون اكسيونير معاه، تكون مساهمه معاه في المصنع وتكون مساهمه في لوجيس كوميرس، ما يقدرش يدي لاغريمون. ما بقاش هذيك تروح تجيب كما داروها بعض الناس في زمن سابق وتورطوا في قضايا فساد، يروحوا يجيبوا العلامه بطريقه مشبوهه ومن بعد يجي يقول لك انا ريبريزونتون في الجزائر. لا لا، اولا لازم تكون انسان نزيه، ما عندكش سوابق عدليه خاصه في قضايا فساد، وزيد لازم تشرك معاك لو كونستركتور، لانه لما يكون صاحب العلامه لو كونستركتور يكون هو شريك معاك، يولي يدير مجهود كبير ويدير ان افور، ما يخلي ماشي تولي انت مجرد سوقي بالك. نعم، شكرا جزيلا لك. اذا ننتقل الى ثالث موضوع وهو موضوع جد مهم، وابقى معك استاذ بلعزوق حول الحركه الواسعه للولاد وكذا ولاه المنتدبين. اذا في البدايه، ما هي قراءتكم لهذه الحركه التي اجراها رئيس عبد المجيد تبون؟ حركة دورية، رئيس الجمهورية تقريبا كل سنة يدير حركة في سلك الولاد كما دار في سلك القضاة، تكلمنا عليها من قبل، شفنا هذا العديد من الحركات تجي في الصائفة ولا في الدخول الاجتماعي. أول ملاحظة نديرها، واحد ما تنبأ بها ولا تسبق بها كما كانوا في السنوات الماضيه، يعني هنا رانا نشوفوا ثقافه الدوله التي يكرسها رئيس الجمهوريه، وهذه كل مره لا باس ان نكررها لانه شيء مهم جدا. بكري كانوا ناس ما عندهم حتى صفه، ما عندهم حتى معنى، ناس تافهين يجي يتسبق بها الولاد، يقول لك هذا نحاوه وهذا حطوه وهذا رقاوه، هذا شيء مهم جدا. ابداها من الحركه تاع اللي اندارت في الجيش الشعبي الوطني في 4 جويلية، يعني عشيه عيد الاستقلال، واحد ما تنبأ بها، واحد ما كان يقدر يعطيك اسم تاع ضابط رقاوه ولا ضابط ونيه ما والو. يعني ابدا من الحركه تاع الجيش الشعبي الوطني، ومن بعد روح للحركه تاع الشرطه اللي اندارت في سلك الشرطه، والحركه تاع القضاه التي تلتها، سواء النواب العامون او رؤساء المجالس القضائيه او حتى قضاه المحاكم والوكلاء الجمهوريه. وهذه الحركه تاع الولاد، واحد ما عرف وقتاش اندارت، واحد ما قدر يجيب حتى اسم الافونس، شيء مهم جدا، ولا وسيله اعلاميه ولا حتى هذوك الابواق اللي كانوا يدعوا انهم علاقه مع الدوله، كلام تافه ما عنده حتى معنى، ظهر في اخر المطاف انهم مجرد مهلجين بهلوان، يتكلم فقط على بكلام فارغ، هكذا يضرب خطر مال كما يقولوا بالعاميه في اخر المطاف. هنا بانوا بلي ما عندهم حتى علاقه وحتى معلومه، ومنعزلين تماما على مصادر صنع القرار. نعم. الملاحظه الثانيه انه كما في الحركه تاع الجيش الشعبي الوطني، كما في الحركه تاع الشرطه، كما في الحركه تاع القضاء، حركه الولاد جاءت بتقييم، وشفنا كل الناس اللي ترقات بكفاءه، ما كانش واحد ترقى ما عندوش كفاءه، ما كانش زمن المجاملات، يعني عندك كفاءة، عندك سي في تاعك يهضر عليك، عندك المسار المهني يهضر عليك، وهذه ثقافة جديدة أيضا. الرئيس عبد المجيد تبون راو إلي أونطران دانكولكي سيت كولتور، ثقافة نرسيها في الجزائر. تم إنهاء 11 ولي تقريبا، إنهاء مهمهم، وزوج ولات منتدبين، تم ترقية 15 إطار جديد، حاجة مهمة جدا، من أمناء عامين تم ترقيتهم إلى ولات منتدبين، سواء كانوا دي ديريكتور اكزيكوتيف في الولايات او كانوا امناء عامون ولا، هذا شيء مفرح جدا، وهذا يشجع الاطارات تاعنا باللي الانسان اللي يخدم. هذه شوف، بلا ما ندخلوا في لي ديتاي، شكون حطوها في عنابه وشكون حطوها في وهران وشكون، هنا واش يهم؟ يهم انه الناس اللي تخدم ودارت مجهود وتخدم بنزاهه وكفاءه راهي ترقات. الناس اللي ربما ما نقولش ما وصلش الاهداف تاعه، حتى لا نتظلم على الناس اللي ما وصلتش الاهداف تاعها، الله يتيرو ميرسي. وماذا بيا نذكر انكا يعني كيما توشي، يعني حاله باش تشوف باللي كاين ثقافه دوله حقيقيه في الجزائر. كاين ولي ظلم، تعرض الى مظلمه
في 2019، ومهم جدا نهضروا على هدية. شوف رئيس عبد المجيد تبون كيف عاود رجع له الاعتبار. هذا الوالي هدايا في 2019 اندارت حركة في الولات على جاله باش يتنحى. لماذا؟ لأنه حارب ناس مفسدين. الوالي الوحيد أليبوك في 2019 قبل انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، قبل انتخابه الوالي الوحيد اللي راح إلى ديبوزي بلانت كونتر ناس شافهم فاسدين، شافهم استولوا على مصنع في المسيلة بطريقة غير شرعية، وهذاك المصنع كانوا يلعبوا بالقوت تاع مئات العمال، وفي آخر المطاف المئات العمال هذوك خرجوهم ولو بطالين. حتى جات العدالة الجزائرية من بعد حجزت المصنع باش عاودت رجعت هذا المصنع لهاد العمال. يعني هذه القصة هذه لازم نحكوها لأنه مهمة جدا. فوبا كوني لا ميموار كور تاني، فوبا تكون عندنا الذاكرة قصيرة ونساو ونكرو الخير. هاد الوالي هذا ظلم وتعرض إلى حملة إعلامية شرسة، كانوا دايرين له اون ريبريك، البالك شيء خطير صرا. أوت 2019 وسبتمبر 2019 شهرين كل يوم اون ريبريك في الجي تي تاعهم يهضروا عليه، التسيب والإهمال في المسيلة، هما كان لا تسيب والإهمال. هاد الوالي هذا عين في جونفي 2019 بعد وفاة المرحوم برحمة الله العياشي اللي مات في البير، موراها تعين هو في المسيلة ونهيت مهام الوالي اللي قبله، وفي 9 أشهر قام بعمل جبار. ولكن المسكين لا ريكومبونس تاعو العام اللي داروا سيك ظلموه ودارين له اون ريبريك يشنوا عليه حمله. واليبوك ما تحرك لا وزير الاتصال لا وزير الداخليه، اليبوك ما تحرك لا الوزير الاول اليبوك ولا حتى واحد باش يحميه ولا باش يدافع عليه، ويسبوا فيه كل يوم ظلما وبهتانا. لا قصه مهمه مارس. هذا السيد هذا من بعد انهيت مهامه دارت حركة في أكتوبر 2000 نهاية سبتمبر بداية أكتوبر 2019 على جاله باش نحاوه، داروا حركة صغيرة غير باش ينحوه ويهينوه وزادوا ضربوه في الشرف تاعو. رئيس الجمهورية عاود رجع له الاعتبار وداروا ولاية والبوليدة اللي هو إبراهيم أوشان، وهذا الشيء نثمنه لأنه باش تشوف الدولة ما تظلمش الولاية. يعني من ظلم هاو الدولة عاودت رجعت له نعم الاعتبار. وصلت الفكرة. إذا نبقى دائما مع الولاة المنتهية أو ولايتهم أو مهامهم. يعني هل هذو يعني الولاة فشلوا في تجسيد التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة مع الولاة الأخير المنعقد منذ قرابة 9 أشهر؟ واش حبيت نقول لك، سولا ديبون دي كريتير، كلش مرتبط بالمقاييس، لكن غالب الظن ان من تنهى مهامه اظن انه لم يستطع ان يحقق نتائج المطلوبه منه في حركيه التغيير الذي يمس تجسيد ما امر به الرئيس في الولايات. ما ننساوش باللي عدد من انهيت مهامهم عدد كبير باش نكونوا صراحه، يعني صح هي دوريه كما قال بلعزوق، بصح هذا بين قوسين تاريخي. يعني الان لحقنا في ضروريه مهمه جسدناها في الحقيقه، انك ما لحقتش لي زوبجيكتيف تاعك تروح، لحق لي زوبجيكتيف تاعك راك في بلاصه صغيره تطلع لبلاصه كبيره. مثلا واليه منتدب سيدي محمد راهي واليه في بومرداس، الاول مراه سي سيني بوزيتيف للمجتمع تاعنا اللي فيه حركيه. ثانيا ادت ما عليها في سيدي محمد الان رقت الى اول مره تكون واليه امراه. لا ماشي اول مره، قلت لك اولا هذه مراه، يعني بريمو مراه، وهذا شيء ايجابي. ودات ولايه جد مهمه مصطفى، مهمه جدا بومرداس، وكانت هنا في سيدي محمد الترقيه حسب المجهود تاعك والنتائج اللي لحقت ليها. انهاء المهام كذلك، هذه هي الدنيا، ربما هنالك فشل في ميدان او ميادين عديده. الملاحظتين الاساسيتين اللي حبيت نقولهم خويا العزيز، الملاحظه الاولى انه بغض النظر عن ضروره تدوير وتمكين المتمكنين من الحكم في ولايات معينه بالنظر الى نتائج، يجب ان نذهب الى اظهار مقاييس حقيقيه للحكم على الاهداف اللي حققناها. المقاييس الحقيقيه الان، ما دام الرئيس كان يحكي دائما وابدا عن الرقمنه، المقاييس الحقيقيه بالرقمنه نقدروا نلقاوها ونعرفوا انت واش درت وانت واش ما درتش. ثانيا الملاحظه الثانيه انه فيه ضروره لاعاده التكوين لجيل اخر من المسيرين والاداريين في الولايه، لانه الولايه ماهوش غير والي، كاين والي كاين مدراء كاين ادارات مهمه جدا. وفي الحقيقه الولايه الان هي الحكومه المحليه، الحكومه في الولايه. اخر شيء حبيت نقوله ان الخاصيه الاساسيه للمكون الولائي منذ الاستقلال لحد الان هي اننا نمتلك
أناس يقومون بتوزيع وتسيير الميزانية العمومية. الآن يجب أن نذهب إلى مقاربة أخرى تسمح بأن نتخطى من يوزعون الميزانية العمومية إلى من يساعدون في إنتاج الثروة المحلية. لا فالور اجوتي، القيمة المضافة، هي شحال منا عامين ثلاث سنين، بالإضافة إلى التنمية المدعمة بميزانية الدولة، ما هي المكتسبات اللي تمدها لي؟ مناطق صناعية، استثمارات، شحال من واحد خدمته لي، شحال من مؤسسة اقتصادية، شحال مؤسسة دعمتها، شحال منصب شغل، وشحال من ثروة جبائية جبتها لي. سا ترافيرسي دو كريتير كون دوا ايفالوي لو مانجمنت نون با لا جيستيون دي كوليكتيفيتي. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى كيساسي الاعلامي، وكذا شكرا جزيلا لك استاذ امين بلعزوك محقق في الوقت في فقط في 30 ثانيه فقط. 30 ثانيه فقط. المطلوب من هذه الولايات الجدد تحسين مناخ الاستثمار، الدفع بالتنميه المحليه، وتحسين حياه المواطن. نعم. لانه في يعني لو سونتر، المركز في كل هذه التغييرات، والهدف هو المواطن الجزائري. نعم. المطلوب منهم تحسين حياه المواطن. نعم. في كل ميادين، واللي ما يلحقش الهدف تاعه راه يفات الناس. نعم. ان شاء الله من هذا المنبر الاعلامي تصل له الرساله. اذا المشاهدين، كانت هذه الحلقه الكامله لحصه مع الحدث لنهار اليوم. شكرا جزيلا على حسن الاصغاء والمتابعه، في امان الله. شكرا.